السلام عليكم، شباب اورجانيك واحد. اخر موضوع لينا هنتناوله النهارده، احنا اخدنا قبل كده الالكايل هالايدز والالكينز. اخر مجموعه هنتناولها هي الالكاينز، مجموعه الالكاينز او الكلاس اوف اورجانيك كومباوندز اللي فيها تريبل بوند. الالكاينز اللي هي فيها تريبل بوند ما بين تو كاربونز، ابسطها الاسيتيلين، او اللي هو عندي 2 كاربون ما بينهم تريبل بوند، هو ده سمبلست الكاين. بتتحضر industry في الصناعة من high temperature decomposition أو ما يسمى بالpyrolysis of methane، تفاعل الميثين under very high temperature. بصوا درجة الحرارة كام، 1200 درجة سيلسيوس، يكونوا لي الأسيتيلين. ده تحضير الأسيتيلين في الصناعة، بتبقى كربون وكربون تانية ما بينهم تريبل بوند. احنا عارفين من ال introduction بتاعة ال organic chemistry اللي انتوا اخدتوها تعتبر أول محاضرات، كانت تريبل بوند دي عبارة عن sp كاربونز، 2 sp كاربون، يعني الهايبريدايزيشن بتاعها الهايبريدايزيشن ستيت عبارة عن sp، 2 هاي اوربيتالز مع بعض، s اوربيتال و p اوربيتال، والمفروض ان التريبل بوند دي تمثل واحدة منهم سيجما بوند واثنين باي بوند. الايثاين او الاسيتيلين ده لينير مولكيول. يعني ايه لينير؟ يعني خطي، يعني كل المجموعات موجودة على خط واحد، هي كربون عليها هيدروجين وكربون عليها هيدروجين، كلهم لو رسمت ما بينهم خط هيبقوا موجودين على نفس الخط، فليها لينير مولكيولر جيومتري. التريبل بوند سي الانجل هنا ما بين الكربون كربون هيدروجين 180 درجة. The shortest and the longest carbon carbon bond هي triple bond، 318 كيلو جول بير مول محتاجها عشان اكسر باي بوند في الاسيتيلين، ودي اعلى من الانرجي المطلوبة عشان اكسر الكين باي بوند. الالكين باي بوند محتاج 268 كيلو جول بير مول، يعني التريبل بوند اقوى من الدبل بوند. النومنكليتشر بتاعت الالكاينز بستخدم السفكس واي ان اي، زي النومنكليتشر بتاعت الالكينز بالظبط، هي نفس القواعد ما بتفرقش عنها في اي حاجه، بس بدل ما بستخدم السفكس اي ان اي بستخدم السفكس واي ان اي. يبقى نرجع تاني للقواعد بتاعت النومنكليتشر اوف الكينز، وهي نفس القواعد بتطبق بالظبط على الالكاينز، مع الفرق ان انا بستخدم السفكس واي ان اي بدل اي ان اي، عشان الواي ان اي هنا بتديني انديكيشن ان في تريبل بوند، والبوزيشن بتاع التريبل بوند بحطه قبل الاسم بتاع المركب او قبل الاسم بتاع الحلقه التشين، زي بالظبط ما عملت في الالكينز. التريبل بوند بديها اقل رقم ممكن، السبستيتيونت بديها اقل رقم ممكن، يبقى انا بنقي اطول تشين، اطول كاربون تشين تحتوي على التريبل بوند، هي دي بتبقى التشين الاساسيه بتاعتي، او بيبقى البيرنت، بيبقى الاب بتاعي، بيبقى النيم الاساسي بتاعي. فلو بصيت على المركب ده، اطول سلسله كربونيه فيها تريبل بوند هي السلسله دي، دي اطول سلسله كربونيه فيها تريبل بوند، عباره عن 8 كربون. طب هرقمها ازاي؟ هختار الترقيم بحيث ان انا ادي تريبل بوند اقل رقم ممكن، وادي كمان ثم ادي السبستيتيونت اقل رقم ممكن. فانا في الحاله دي لو بدات ترقيم من الطرف ده، هدي الالكاين رقم 3 او ادي التريبل بوند رقم 3، انما لو بدات من الناحيه دي 1 2 3 4 5 كانت التريبل بوند هتاخد رقم 4 رقم 5. فعشان كده بدات ترقيم من الناحيه دي، فادتني 3 اوكتاين، اوكت يعني فيها 8 كاربونز، و 3 تو انديكيت ذا بوزيشن اوف ذا تريبل بوند، والسبستيتيونت الوحيد اللي موجود عندي او الفرع الوحيد اللي موجود عندي هو ميثايل جروب، موجوده على البوزيشن رقم 6، يبقى اسم المركب ده 6 ميثيل 3 اوكتاين. طب لو عندي more than one triple bond هسميها diene triene او وهكذا tetraene. المركبات اللي فيها كل من double bond و triple bond بسميها E9. يعني بدي الاول ال position بتاع ال double bond ثم ال position بتاع ال triple bond. ال numbering بتاع ال E9 chain، طب انا هدي مين بقى الاولوية، هل ال double bond ولا ال triple bond؟ يعني لو عندي double bond و triple bond في نفس ال chain، هبدأ الترقيم منين؟ النمبرينج بتاع الـ E9 chain هيبدأ من الناحية اللي أقرب للمالتيبل بوند، سواء كانت دبل أو تريبل ما بيهمنيش، المهم إن أنا أدي أول واحد أو أدي أقرب واحد أقل رقم ممكن، سواء كانت دبل أو تريبل بوند. لما بيكون في اختيار في الترقيم، الدبل بوند بتاخد
الرقم اقل من التريبل بوند. لو انا عندي اختيار مثلا في الحاله دي، انا عندي تريبل بوند على الطرف الناحيه دي ودبل بوند على الطرف الناحيه دي، طب ابدا من هنا ولا من هنا؟ انا لو بدات من هنا هدي الدبل بوند رقم واحد، ولو بدات من هنا هدي التريبل بوند رقم واحد. الاولويه للدبل بوند، ففي الحاله دي بدات الترقيم من الطرف ده اللي هو اديت للدبل بوند عدد اقل، 1 2 3 4 5 6 7 7 يعني هبت. ففي الحاله دي يبقى هبتين، والإين هتبقى في البوزيشن رقم واحد، فهقول 1 هبتين. وقبل ما اكمل الاسم بتاعي هحط ال 6 لان هي اول رقم ظهر عندي فيه التريبل بوند، 6 اين اللي هي انديكيشن للتريبل بوند. طيب نشوف المثال التاني ده. المثال التاني لو انا بدات من هنا هدي التريبل بوند رقم واحد، انما لو بدات من هنا من الطرف التاني 1 2 يبقى اول بوند قابلتني كانت الدبل بوند عند رقم 2، يبقى الأولوية هنا إن أنا أبدأ بأول رقم، رقم واحد هديله للألكاين. ففي الحالة دي ابتديت من الناحية اللي اديت فيها التريبل بوند رقم أقل، فالتشين لو رقمتها هلاقيها 9 كاربون تشين. الألكاين خد رقم واحد والألكين خد رقم 7، هسميه إزاي بقى؟ هسميه 7 هو 9 يبقى نون، إين 7 هنا انديكيشن لايه؟ للبوزيشن بتاع الدبل بوند. يبقى انا الاولويه عندي للدبل بوند هنا، الاولويه في الاسم في التسميه، انما في الترقيم الاولويه ان انا ادي اقل عدد ممكن او ابدا بالمجموعه سواء كانت الكين او الكاين. فانا بدات بالالكاين، فالالكاين موجوده في رقم واحد يبقى 1 اين، وعندي سبستيتوينت واحد بس في البوزيشن رقم 4 اللي هو 4 ميثيل. يبقى التسميه بتاعت الحلقة دي او التسمية بتاعت المركب ده اسمه 4 ميثيل 7 نونين 1 اين. الالكينيل سبستيتونز، الالكينيل سبستيتونز لو انا عندي هنا مثلا مجموعة فيها 4 كربون في ستريت شين بسميها بيوتايل، دي الكايل جروب. لو مجموعة فيها دبل بوند اسمها بيوتينايل، لو مجموعة فيها تريبل بوند فيها اسمها بيوتاينايل. يبقى بشكل عام دي اسمها الكايل، الكينايل او فاينايل، الكاينايل. الالكاينز بتتحضر من الدايهالايد زيها زي الالكينز، بس في الحاله دي بستخدم اكسس من السترونج بيز. ليه؟ لان السترونج بيز لما كنت بستخدمها كانت بتديني الكين، لو استخدمت اكتر هتديني اليمينيشن اكتر وتديني تو فولد اليمينيشن، يعني اليمينيشن مرتين للهيدروجين هالايد ويتكون لي الالكين. الدايهالايد اهو زي مثلا الاكزامبل اللي عندي هنا 1 2 داي برومو داي فين ايثيلين، داي فينيل ايثيل ايثين، التسميه بناء على الايثين 1 2 داي برومو داي فينيل ايثين. ده فيسينال داي بروميد، فيسينال يعني الاثنين، بروميد موجودين على 2 كربون جنب بعض. لو حطيت عليه بوتاسيوم هيدروكسيد في وجود ايثانول هيديني داي فينيل اسيتيلين. المجموعه دي اللي هي سي تريبل بوند سي اسمها اسيتيلين، ده ابسط واحد من الالكينز. طب بحضر ازاي الداي برومو الكين؟ بيتحضر زي ما خدنا المره اللي فاتت من الالكينز باي هالوجينيشن، ان انا بعمل تكوين ل بعمل اديشن رياكشن، اديشن للبرومين او لل الهالوجين على دبل بوند. هنا الرياكتنت اللي عندي او البادئ اللي عندي هو 1 2 داي فينيل ايثيلين، او اللي هو له اسم تاني كومن نيم اسمه ستيلبين. تفاعل الاستيلبين مع برومين في ميثيلين كلورايد ده السولفنت بتاعي، هيحصل اديشن لبرومين الناحيه دي والناحيه دي انتي اديشن، ويكون لي الفيسينال داي بروميد. بيحصل اليمينيشن بقى في وجود بوتاسيوم هيدروكسيد وايثانول، elimination ل 2 هيدروجين بروميد، هيدروجين بروميد من الناحيه دي وهيدروجين بروميد من الناحيه دي، ويكونوا لي تريبل بوند، دبل بوند ثم تريبل بوند. الفاينيليك هالايدز برضو ممكن استخدمها كبادئ، ممكن احضر منها الالكاينز لما بعمل لها تريتمنت بسترونج بيز. يعني مثلا لو عندي هنا 3 كلورو 2 بيوتينول، عندي ده اسمه ايه؟ فاكرين ده في كلورايد من الناحية دي وفي المفروض ان في H من الناحية دي، فبيحصل elimination ل HCl في وجود strong base. elimination ل HCl ادي هيدروجين من هنا وكلورايد من هنا ويكونوا لي triple bond.
فنتج عندي في وجود ايه؟ strong base. strong base زي السوديامايد. السوديامايد نتج عنه في الحالة دي triple bond، اتكونت triple bond ما بين التو كاربونز اللي كان ما بينهم بالفعل double bond. ده vinylic chloride، vinylic يعني في double bond، وده alkyne. reactions بتاعت الالكاينز زي تفاعلات الالكينز برضو معظمها addition reactions، او addition مثلا ل HX اللي هو hydrogen halide و addition ل X2 اللي هو الهالوجين. بعكس بقى التفاعلات اللي احنا اخدناها بتاعت التحضير from elimination، عكسها الaddition. تفاعل الالكين مع HX ممكن اوقفه بعد ما اضيف 1 equivalent ل HX، لكن لو كمل التفاعل بتاع ال HX هيحصل addition تاني ويكون لي الالكايل هالايد، يكون لي الدايهالايد بالماركونيكوف. يعني لو بصيت هنا مثلا 1 هيكساين 6 كربون وفي تريبل بوند في البوزيشن التيرمينال، لو حطيت عليه هيدروجين بروميد في وجود اسيتيك اسيد هيضيف اول اتش بي ار ويكون لي 2 برومو 1 هيكسين، يبقى كون لي الالكين. اضافه ثانيه للاتش بي ار في وجود اكسس من الاتش بي ار او زياده من الاتش بي ار هيحصل له اديشن على الالكين ويكون لي الداي برومو هيكسين. بيمشي هنا التفاعل بيتبع ماركونيكوفز رول. ماركونيكوف بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان البرومايد بيدخل على الكربون المور هايلي سبستيتيوتد. الكربون الهايلي سبستيتيوتد يعني اللي هي ايه؟ في الحاله دي اللي هي الكربون اللي عليها الكايل جروب. في حاله التريبل بوند هي كربون يكون عليها 1 الكايل جروب يكون عليها اتش، ما عنديش احتمالات تانية. ففي الحالة دي انا عندي كربوناي عليها الكايل وكربوناي عليها اتش، فبتدخل البرومايد فين؟ بتدخل على الكربوناي اللي عليها الكايل. دي في اول خطوة. في الخطوة التانية برضو بتمشي ماركونيكوف زي ما اخدنا في الالكينز، وبتدخل البرومايد التانية على الكربوناي اللي عليها ايه؟ مور الكايل سبستيتيونز. وده ناتج عن الاستابيليتي بتاع الكربوكاتاين انترميديت اللي بيتكون في النص. يبقى التفاعل ده بيكون اسيد كاتالايزد. الناتج اللي بينتج عندي بيكون ترانس. يعني ايه ترانس؟ ترانس يعني المجموعتين بيكونوا في اتجاهين معاكسين، يعني المجموعتين اللي داخلين بيكونوا في اتجاهين معاكسين. يعني انا هدخل عندي هنا اتش بي ار، فالبرومايد بتدخل في اتجاه والاتش بتدخل في الاتجاه المعاكس، فبيكونوا ليهم ترانس جيومتري. او لو بصيت على الاتش اللي داخله مع البرومايد بيدخلوا في ترانس تو ايتش اذر. تفاعل الاسيتيلين في الحالة دي او الالكين مع HCl في وجود في الحالة دي الاسيد اللي عندي بيكون امونيوم كلورايد في وجود اسيتيك اسيد، برضو بيكونوا لي هنا دبل بوند، ولو كمل اكتر من كده هيكون لي كمان السنجل بوند. البرومين والكلورين برضو ممكن يتفاعلوا نفس التفاعل ويدوني اديشن برودكت، وفي الحالة دي برضو بيدوني ترانس برودكت. انا هنا التفاعل اللي عندي ده 1 2 3 4، ده بيوتين 1 بيوتين. تفاعله مع البرومين الاول هيحصل اديشن للبرومايد يتكون لي الداي هالو برودكت، الداي هالو الكين، بيدخلوا ترانس. الاثنين برومايد بيدخلوا ترانس تو ايتش اذر. ترانس يعني في اتجاهين عكس بعض، واحده فوق وواحده تحت، لان الدبل بوند دي بتبقى بلانر، فبتبقى sp2 hybridized فبتبقى بلانر، فواحده بتبقى لفوق وواحده لتحت. Another molecule من البرومين ممكن يدخل ويدخل يحصل addition على الدبل بوند دي، وفي الحالة دي هيبقى الكربوناية دي عليها برومايد وكمان برومايد، والكربوناية دي برضو عليها 2 برومايد، فالaddition product بيبقى عندي هو CH3 CH2 CBr2 CHBr2. التفاعل التاني للالكينز هو hydration. يعني ايه hydration؟ يعني تفاعل هيدرة، يعني بيدخل جزيء مية. الالكينز ممكن اعمل لها hydration ب طريقتين، يا اما دايركت اديشن للميه كاتالايزد باي ميركوري ايون، فاكرين اللي هو الميركوريشن رياكشن ميركوري ايون، ويدوني في الحاله دي بتديني ماركونيكوف برودكت، او ممكن باي اندايركت اديشن اوف ووتر باي هيدروبوريشن اوكسيديشن اللي هي كانت بتتبع نون ماركونيكوف برودكت او انتي ماركونيكوف. فالهايدريشن اوف الكينز ممكن تمشي ب تو ديفرنت ميثودز. الميثود الاولانيه اللي هي المركوري كاتالايزد اديشن هيدريشن اوف الكينز، اللي هي المركوريشن دي مركوريشن، تمشي مركوريشن دي مركوريشن.
الالكاينز ما بتتفاعلش دايركتلي مع الايكوس اسيدز، لكن بيحصل لها هايدريشن في وجود ميركوري سلفيت كاتاليست مثلا، اي سورس للميركوري، وده بيشتغل ككاتاليست. وفي الحاله دي البرودكت اللي ناتج بيتبع ماركونيكوف رول، ماركونيكوف اللي بتقولي ان السبستيتيونت هيحصل على المور هايلي سبستيتيوتد كاربون. السبستيتيونت في الحاله دي هو الاو اتش، الاو اتش هتدخل على المور هايلي سبستيتيوتد كاربون، والاتش هتدخل على الليس هايلي سبستيتيوتد كاربون. الاكزامبل اللي عندي هنا تفاعل ده 6 كاربون وعليها تريبل بوند في التيرمينوس، يبقى 1 هيكساين. في وجود اسيد H2O او دايل اسيد اللي هو دايل سلفوريك اسيد وميركوري سلفيت از ا كاتاليست، بيتكون عندي الاول الاديشن برودكت بيبقى في دبل بوند وفي او اتش، ثم بعد كده ده بسميه اينول. اينول يعني ايه؟ يعني في دبل بوند واو اتش، اين جايه من الدبل بوند، واول اللي هي جايه من الايه، من اي حاجه فيها الكحول جروب او فيها او اتش جروب بدلها الاسم اول او السافكس اول. الاينول ده بيبقى موجود في شكلين، او الاينول ده الشكل البدائي للكيتون، هو اوريدي ممكن يبقى يحصل له تاتيومرزم او تستبدل المجموعات تتبادل مع بعضها. الدبل بوند دي هتتنقل هنا على الاو اتش بدل الاو اتش، وتبقى هنا دي عندي سي اتش 3 فتتحول دي لكيتون جروب بيسميها كيتون سي دبل بوند او. وفي الحالة دي بينتج عني برودكت النهائي بيكون اسمه 2 هيكسانون او ان اي، يعني معناها ان انا عندي كيتون 2 هيكسانون. الميكانيزم بتاعة التفاعل بيحصل الأول الكتروفيليك أديشن للميركوري أين على الألكين وبيكون لي الفينيليك كاتاين اللي بعد كده بيتفاعل مع المية وبيفقد بروتون عشان يديني الميركوري كونتيننج إينول انترميديت. في فرق ما بين الألكين أوكسي ميركوريشن، هنا ما بحتاجش إن أنا أحط صوديوم بوروهيدرايد زي ما كنت بضيف في حالة الألكين عشان أشيل الميركوري. في الحالة دي الأسيدك كونديشنز كافية جدا عشان تبدل أو تشيل الميركوري بالهيدرايد. فاول خطوه بتحصل ان يحصل اديشن رياكشن، ادي التريبل بوند واحده منهم بتفتح على الميركوري سلفيت ويكون لي ادي الميركوري، ده بسميها خطوه ميركوريشن. ميركوريشن يعني دخل الميركوري تكونت بوند ما بين الكربون وما بين الميركوري سلفيت. بعد كده ناتج عن التفاعل ده في كاربوكاتاين بيتكون، الكاربوكاتاين ده بيبقى بعد كده مكان الكتروفيليك ان او هو بيتفاعل كالكتروفايل وبيحصل اديشن لجزيء ميه عليه، بيتفاعل هنا الميه بيحصل نيوكليوفيليك اديشن على الالكتروفيليك سنتر ده. وبعد كده الاو اتش 2 بيجي بقى واحد جزيء ميه تاني بيتفاعل كليويس بيز وبيسحب واحده من الهيدروجينات اللي موجوده في جزيء الميه ويسيب لي او اتش بس، يسيب لي او اتش. بعد كده يبقى ده الناتج اللي عندي بيكون C double bond C من ناحية عليها OH ومن الناحية التانية عليها mercury sulfate. الخطوة اللي فاضلة عندي ان في وجود acid catalyst هيشيل mercury sulfate، فالacid catalyst في الحالة دي كافي ان هو يشيل mercury sulfate جزيء mercury sulfate ويستبدل كل المجموعة دي ببروتون، يشيل كل mercury sulfate ويسيب مكانه بروتون، فبينتج عندي الإينول. تمام، الإينول ومية. الإينول ده مش ستيبل، بيفضل أكتر إن هو يقعد في شكل الكيتو، الكيتو فورم اللي هو شكل الكيتون. فالدبل بوند دي بتتحرك الناحية دي، بتبقى ما بين الكربون وما بين الأكسجين، والهيدروجين بتتنقل الناحية دي فبيكون لي الكيتون. في الحالة دي المجموعة دي بسميها إيه؟ أسيتيل جروب. أسيتيل جروب إن هي CH3 عليها كربونيل جروب. اللي بيحصل في حالة تفاعل الالكاينز، لو انا عندي unsymmetrically substituted alkyne، لو الالكاين هنا في الحالة دي التريبل بوند دي موجودة ما بين اتنين كربون ومن الناحيتين في two different substituents، الناتج اللي عندي انهي فيهم هيديني الكيتون؟ بينتج عندي mixture of both possible ketones، انا عندي two ketones ممكن ينتجوا. الرياكشن بيكون most useful ان لما بينتج عني mixture من التفاعل من الرياكتنتس بيكون اسوأ من لو عندي product واحد،
لو برودكت واحد التفاعل بحبه اكتر. ليه؟ لان انا مش هضطر ان انا افصل البرودكتس اللي ناتجه. لو نتج عندي برودكت واحد يبقى زي الفل، يبقى احسن بكتير عندي من لو نتج اكتر من برودكت وهحتاج افصلهم. لو انا عندي unsymmetrically substituted alkyne تفاعله مع الميه في وجود mercury sulfate وديل سلفوريك اسيد، في الحاله دي ممكن الكيتون جروب تتكون على الكربون دي او على الكربون دي، يا اما الكربون دي هيبقى فيها هي اللي تكوني الكربونايل جروب هتحول لكربونايل، يا اما الكربون دي هي اللي تتحول لكربونايل. يبقى في الحاله دي ميكستشر اوف تو برودكتس اهو ار سي دبل بوند او سي اتش 2 ار 1، فهنا الدبل بوند فضلت هنا والكربونيل كربون دخلت فين، او الكربونيل دي اللي اتحولت لكربونيل، او ان الكربونيل دي اللي بتتحول لكربونيل بتتحول لسي دبل بوند او والباقي بينتج عندي اهو سي دبل ار 1 سي دبل بوند او سي اتش 2 ار. فده ميكستشر اوف تو بوسيبل برودكتس لو التفاعل انسيمتريك. انما لو في حاله اذا كان تيرمينال الكاين، يعني ايه تيرمينال الكاين؟ يعني واحد بس سبستيتيوانت واحد، هو مونو سبستيتيوتد الكاين، سبستيتيوانت واحد بس ار جروب واحده الناحيه الثانيه اتش، فانا متاكد في الحاله دي ان هينتج عندي واحد بس مثل كيتون. في الحاله دي هينتج عندي سي اتش 3 اهو سي اتش 3 سي دبل بوند او وادي الار سبستيتيوانت مثل كيتون، فبرودكت واحد فقط. فالرياكشن بيكون most useful لما بيكون applied على terminal alkyne، لان just one methyl ketone هو اللي هيكون ايه متكون. يا اما terminal alkyne sorry يا اما symmetrically substituted alkyne، يعني يكون عندي ال R1 وال R زي بعض اتنين methyl group مثلا، لان في الحالة دي برضو هيبقى ال product واحد. يبقى يا اما التفاعل يكون one terminal alkyne، يا اما يكون يعني الالكاين جروب او الالكاين بوند التريبل بوند موجوده في الطرف، موجوده في رقم واحد في بوزيشن رقم واحد، او يكون سيمتريكالي سبستيتيوتد الكاين. انما لو انترنال ان سيمتريكالي سبستيتيوتد الكاين هيديني ميكستشر اوف تو بوسيبل برودكتس. برضو الالكاينز بتتفاعل زي ما كان الالكينز بتتفاعل بالهيدروبوريشن اوكسيديشن، تتفاعل مع البورين اللي هو BH3، والبورين بيضيف نفسه بسرعة على الألكين وبينتج عنه في الحالة دي فينيليك بورين، يعني في دبل بوند ومعاها بورين. فينيليك بورين ممكن أعمل له أكسيديشن بعد كده بمية الأكسجين أو هيدروجين بيروكسيد وينتج عنه إينول، اللي الإينول بعد كده بيترتب ويديني الكيتون، بالتاتوميرزم بيديني الكيتون أو ممكن يديني الديهايد على حسب شكل الإيه شكل الرياكتنت. الهيدروبوريشن اوكسيديشن في الحالة دي لو هو تيرمينال الكاين هيديني كيتون، لو هو انترنال الكاين يعني تريبل بوند موجودة جوه التشين، لو هو تيرمينال الكاين هيديني الديهايد. فنشوف مثلا لو تفاعل 3 هيكساين ده انترنال كيتون انترنال الكاين، يعني تريبل بوند موجودة جوه التشين، يعني في سبستيتيونت من الناحية دي وسبستيتيونت من الناحية دي. في وجود البورين اول حاجه هيضيف نفسه البورين واضافه، يعني التريبل بوند دي هتبقى دبل بوند تمام، وواحده هتدخل اتش من الناحيه دي والناحيه الثانيه هتدخل البورين جروب او البي اتش اللي هو البي اتش 2. بعد كده في وجود هيدروجين بيروكسيد هيستبدل البورين جروب ب او اتش، او اتش مع دبل بوند يعني يبقى ده اي نول، الاي نول ده انستابل، الاي نول هيترتب بسرعه ويكون لي الكيتون. في الحاله دي الدبل بوند هتتنقل ما بين الكربون وما بين الاكسجين ويكون لي الكيتون. الحاله دي اللي نتج عندي 3 هيكسانون 3 هيكسانون. طيب لو افرض ده في حاله ده انترنال الكاين، في حاله اذا ما كانش عندي سبستيتيوانت ده خالص، يعني كل ده متشال واتحط بداله اتش، كل سي اتش 2 سي اتش 3 دي اتشالت واتحط بدلها اتش، البرودكت اللي ناتج عندي هيكون ايه؟ هشيل كل سي اتش 2 سي اتش 3 واحط بدلها اتش، ده بسميه ايه؟ سي دبل بوند او جنبها اتش، ده اسمه الديهايد. يبقى اذا كان انترنال الكاين هينتج عنه كيتون، اذا كان تيرمينال الكاين يعني الالكاين جروب موجوده في البوزيشن رقم واحد هينتج عنه الديهايد. ده مثال اهو، لو انا عندي تيرمينال الكاين، تيرمينال الكاين هو ال1 هيكساين في وجود البورين
هينتج عنه في النهاية هيكسانال، أو ده عبارة عن الديهايد. لو أنا لو هو كان unhindered unhindered يعني مفيش مجموعات كتير حواليه terminal alkyne، هيحصل ممكن يحصل two addition. two addition فبيديني doubly hydroborated intermediate، يعني بيديني اتنين بورين جروبس هيضيفوا نفسهم على مجموعة الالكاين او على الكربون اللي عليها الالكاين. الدبلي بوريت الدبلي هيدروبوريتد انترميديت بعد كده بيحصل لها اوكسيديشن بالهيدروجين بيروكسيد عند بيزك ميديوم، وتستبدل الاثنين بورون اتوم باكسجين وينتج عنها الايه الالديهايد. التفاعل اللي بعد كده للالكاين هو تفاعل الريدكشن، يعني بيحصل لها اختزال. التريبل بوند ممكن اعمل لها ريدكشن بهيدروجين باليديوم وتتحول لدبل بوند، ثم الدبل بوند اعمل لها اختزال بهيدروجين باليديوم وتديني سنجل بوند. الالكاينز بيحصل لها ريدكشن بسهوله باضافه الهيدروجين باستخدام باليديوم كاتاليست، والتفاعل بيمشي فيه خطوتين وما بينفعش اوقفه، يعني هيدروجين باليديوم بيكمل ويكون لي الالكين، فالناتج النهائي بيكون عندي هو الالكين. Reduction of alkynes لو أنا ممكن أعمل hydrogenation ممكن أوقفها عند مرحلة الألكين لو استخدمت catalyst أضعف شوية. الكاتاليست في الحالة دي مثلا اسمه Lindler catalyst أو Lindler reagent. Lindler catalyst بيبقى عبارة عن finely divided palladium، يعني palladium metal متقطع أو متكسر مطحون رفيع خالص ومترسب في calcium carbonate، وبعمله دي اكتيفيشن يعني بقلل الرياكتيفيتي بتاعته شويه بليد اسيتيت وكينولين. ما يهمنيش يمكن التفاعل بتاعه او تحضير اللندلر كاتاليست، المهم بس ان انا ممكن اوقف الهيدروجينيشن او ريدكشن بتاع الالكاينز عند مرحله الالكين باستخدام اذر ريجنت تكون ضعيفه شويه اضعف من الباليديوم، زي مثلا اللندلر ريجنت او اللندلر كاتاليست. يبقى هيدروجين في وجود لندلر ريجنت عبارة عن باليديوم دي اكتيفيتد، دي اكتيفيتد باليديوم بيوقف لي الريدكشن عند مرحلة الايه الدبل بوند. لو انا استخدمت هنا لو انا بدل اللندلر ريجنت حتى هيدروجين وباليديوم كربون هيكمل، لازم يكمل بعد كده، والدبل بوند دي يحصل لها ريدكشن فيرذر ريدكشن وتتحول لسنجل بوند. يبقى انا التفاعل ده اسمه ايه؟ ده 8 1 و 3 4 5 6 9 10 يبقى ده 10 كربون تشين، 10 كربون تشين يبقى ديك، والتريبل بوند موجوده في البوزيشن رقم 5 يبقى دي كاين، حصل له ريدكشن بوجود لندلر ريجنت تتحول لايه 5 دي كين، وبيطلع الكونفورميشن في الحاله دي في السيز كونفيجريشن او السيز ستيريو كيمستري. طريقة تانية لأن أنا أوقف الريدكشن عند مرحلة الألكين باستخدام ريديوسينج ايجنت ضعيف شوية زي الصوديوم أو الليثيوم ميتال في ليكويد أمونيا. في الحالة دي برضو ده ريدكشن ضعيف، ده ريديوسينج ايجنت ضعيف اللي هو الليثيوم في وجود أمونيا، وبتوقف لي التفاعل في مرحلة الألكين. بس الفرق ما بينه وما بين اللندلر ايجنت إن هو بيديني ترانس برودكت، اللندلر ايجنت اداني سيز برودكت. ففي الحالة دي الـ 5 دي كاين في وجود ليثيوم امونيا او ليثيوم ميتال في سولفنت في ليكويد امونيا كسولفنت بيديني او بيقف عند بيديني ترانس ديكين في بنسبه 96% يعني بنسبه كبيره، وبعد كده بيقف التفاعل عند الخطوه دي او عند المرحله دي. الميكانيزم في الحاله دي الليثيوم ميتال بيدي الكترون للالكاين عشان يديني انين راديكال، فبيمشي في الحاله دي الميكانيزم بتبقى مختلفه. يمكن الميكانيزم بتاعه الباليديوم كربون ريدكشن احنا اخدناها في الالكين هي نفس الميكانيزم اللي بتمشي مع الالكاين. في حاله الليثيوم كاتالايزد ريدكشن للالكاين بيحصل الاول ان الليثيوم عليه او يقدر يدي الكترون للالكاين ويكون لي في الحاله دي انين راديكال، هو هيدي الكترون للالكاين وهو نفسه يتحول لليثيوم عليه بوزيتيف تشارج ليثيوم كاتاين. احنا عارفين ان الميتلز تقدر تفقد الكترونات بسهوله وتتحول للكورسبوندينج بوزيتيف تشارج او الكورسبوندينج كاتاين. في الحاله دي الليثيوم هيتحول لكاتاين، والكربون اللي هي الكربون اللي عليها تريبل بوند هتتحول للكورسبوندينج انين فينيليك راديكال، في اخذ الكترون واحد فهيبقى راديكال، زائد ان كمان التريبل بوند هتتكسر
على واحدة من الكربونز فهتكون لي أناين، فده عبارة عن راديكال أناين. يعني إيه راديكال أناين؟ يعني في واحدة عليها إلكترون واحد، كربوناية عليها إلكترون واحد، وكربوناية تانية عليها نيجاتيف تشارج. الراديكال أناين بعد كده يتفاعل مع الأمونيا، ياخد بروتون من الأمونيا ويسيب لي NH2 عليها نيجاتيف تشارج، ويضيف في الحالة دي H، فH ضيفت في الأول، والسورس بتاع الهيدروجين في الحالة دي هو الإيه؟ هو الأمونيا. السورس بتاع الهيدروجين، انا ما حطيتش هيدروجين جاز، فالسورس بتاع الهيدروجين هو الامونيا. فاخدت اول هيدروجين، دخلت فين؟ دخلت على الانين. الهيدروجينيه الثانيه هتدخل في الترانس بوزيشن او في البوزيشن المعاكس للهيدروجين اللي دخلت، تمام؟ وفي الحاله دي هتدخل برده، هيكون مصدر الهيدروجين هو الامونيا. بيدخلوا التو هيدروجينز اللي داخلين في الترانس بوزيشن تو ايتش اذر. التفاعل اللي بعد كده للالكينز هو الاوكسيديتيف كليفج. يعني ايه اوكسيديتيف كليفج؟ زي الالكينز برضو كان بيكون لي كيتونز. الالكينز ممكن يحصل لها كليفج بسترونج اوكسيدايزنج ايجنت زي مثلا الاوزون او البوتاسيوم برمنجانيت، خدناها في اخر تفاعل للالكينز المره اللي فاتت. البرودكتس اللي بتنتج لو انا عندي تيرمينال الكين هينتج عنه كربون دايوكسيد و كيتون او كربوكسيليك اسيد، انما لو انا عندي انترنال الكين هينتج عنه 2 كربوكسيليك اسيد. فانا عندي هنا لو انترنال الكين وجود بوتاسيوم برمنجانيت او اوزون هينتج عنه 2 كربوكسيليك اسيد، هتتكسر التريبل بوند، وفي الحاله دي الناتج هيكون 2 كربوكسيليك اسيد. اما لو كان تيرمينال الكين فواحده منهم هتديني كربوكسيليك اسيد والتانية هتتاكسد بالكامل وتديني كربون دايوكسيد جاز. ودي احد الطرق لتصنيع الكربوكسيليك اسيدز. لما هتاخدوا بعد كده الكيمستري اوف كربوكسيليك اسيدز هو من الاوكسيديشن اوف الكينز. الالكينز فيها تفاعل مهم جدا، ودي حاجه من الحاجات اللي تهمني جدا في تفاعلات الالكين. الالكين اسيديك، البرودون لو انا عندي تيرمينال الكين، تيرمينال الكين يعني سبستيتوينت من ناحيه واحده، ومن الناحيه الثانيه الكربوناي عليها اتش. التيرمينال الكين ليها ويك اسيديك بروبرتي، ويك اسيد بتتفاعل كويك اسيد، يعني الاتش اللي عليها دي اسيدك. لما التيرمينال الكين احط عليه سترونج بيز زي السوداميد زي السوديوم امايد، التيرمينال هيدروجين دي بتطلع وتسيب لي ما يسمى بالاسيد اسيتيلايد انين، ده اسمه اسيتيلايد انين. الاسيتيلايد انين ده فيري سترونج بيز. الاسيتيلايد انين اللي بيتكون ده بعد كده الامايد اين ممكن يسحب بروتون من التيرمينال، برضو الأمايد آين ممكن يسحب بروتون من التيرمينال ألكين. التفاعل المهم جدا بعد كده اللي يهمني قوي لأنها هيقابلنا كتير هو الأسيديتي أوف ألكينز. الألكين اللي هي التيرمينال ألكين، يعني لو في CH تريبل بوند C تريبل بوند CH، الهيدروجين دي بتكون أسيديك، ليها أسيديك كاركتر. وده يمكن أكتر فرق ما بين الألكين وما بين الألكين. التيرمينال ألكين are weakly acidic، weak acid. لو فعلتها مع strong base زي في الحالة دي sodium amide، الterminal hydrogen هتطلع كبروتون وتكون لي في الحالة دي acetylide ion، acetylide anion. الacetylide anion ده مهم جدا في كتير من low reactivity عالية، لأنه هنا في الحالة دي هيتفاعل كbase وكstrong base وبينتج عنه كمان amide ion. الأسيتيلايد أنينز عليها نيجاتيف تشارج وانشارجد إلكترون بير، فبتخلي الأسيتيلايد أنين سترونج نيوكليوفايل، نيوكليوفايل عالي جدا، عليه لون بير اوف إلكترونز وعليه كمان نيجاتيف تشارج، فده بيخلي الرياكتيفيتي بتاعته كنيوكليوفايل عالية جدا. هو ممكن يعمل نيوكليوفيليك سبستيتيوشن أهو، زي لو أنا عندي ألكايل هالايد، فاكرين ألكايل هالايد نيوكليوفيليك سبستيتيوشن رياكشن، هيطلع البروميد كجود ليفينج جروب كليفين جروب، ويدخل بداله الاسيتيلايد انين ويكون لي في الحاله دي الكين نيو الكين برودكت. يبقى انا كده طولت التشين لينث بكربون زياده بتفاعل الاسيتيلايد انين مع الكايل هالايد. يبقى المحصله بتاعه التفاعل ده على بعض، التفاعلين دول مع بعض، هو تفاعل تيرمينال الكين مع سترونج بيز زي السوديوم امايد في وجود امونيا، ثم الكايليشن افعله مع الكايل هالايد
بالطول التشين اللي انا عايز اطولها تفاعله مع. هنا في الحالة دي عندي تشين من 4 كربون يبقى بيوتايل بروميد، تفاعله مع بيوتايل بروميد. فايه اللي حصل؟ الاول خطوة بيتكون الاسيتايلايد اناين بتفاعل السوديوم امايد مع البروتون ده، بيطلع بيعمل ابستراكشن للبروتون، بيشيل البروتون ويكون لي الاسيتايلايد اناين. الاسيتايلايد اناين ده بيشتغل كنيوكليوفايل، بيعمل نيوكليوفيليك سبستيتيوشن للبروميد، بيدخل بدال البروميد. ففي الحالة دي كأني طولت التشين لينث بتاعة الالكاين بأربعة كربون، كأني حطيت 4 كربون في الطرف بتاع الالكاين، فحولت من تيرمينال الكاين لانترنال الكاين. التيرمينال الكاين ممكن احضره باي الكايليشن اوف اسيتيلين اتسلف، يعني ممكن لو فعلت بقى الاسيتيلين اللي هو ابسط الكاين ممكن مع سوديوم امايد، هيكون لي في الحالة دي اللي هو ما يسمى بالاسيتايلايد اناين. والاسيتايلايد اناين بعد كده لو فعلته مع الكايل هالايد يديني تيرمينال الكاين، والتيرمينال الكاين بعد كده فعله مع سوديمايد يكون لي انذر اسيتايلايد اناين، وبعد كده فعله مع الالكايل هالايد اللي انا عاوزه. فالتفاعل ده ممكن نستخدمه for synthesis of variety of alkynes. الاسيتايلايد اين الكايليشن بس بتقف عند البرايمري الكايل هالايدز، يعني ما تقدرش تتفاعل مع الكايل هالايدز تكون مثلا فيها ستيريك هندرنس. يعني لو عندي مثلا هنا في الحاله دي بروموسايكلوهيكسين ده سكندري الكايل هالايد مش برايمري. سكندري الكايل هالايد لو جيت فعلته مع الاسيتايلايد اناين في الحاله دي، انا لو على حسب التفاعل اللي انا خدته قبل كده المفروض هيتفاعل باي سبستيتيوشن ويكون لي هنا بوند ما بين اهي البوند دي، المفروض تطلع البروميد كليفنج جروب ويكون لي نيو بوند باي نيوكليوفيليك اتاك من الكربون دي على الكربون بتاعه الالكايل هالايد. لكن ده ما بيتفاعل، ما بيحصلش التفاعل ده، ما بيحصلش، بيتفاعل باي اليمينيشن، بيحصل اليمينيشن. الاسيتايلايد اناين بتتفاعل كسترونج بيز، بتعمل دي هيدرو هالوجينيشن بدل السبستيتيوشن لما بتتفاعل مع السكندري والتيرشري الكايل هالايد، فبينتج عنها باي اليمينيشن رياكشن اليمينيشن لهيدروجين هالايد. من هنا اتش بي ار هيطلع ويكون لي دبل بوند ما بين التو كاربونز دول وبعضهم، فالناتج عندي بيكون سايكلوهيكسين. ده بيحصل في حالة سواء كان الالكايل هالايد ده سكندري او تيرشري، انما لو كان برايمري بيحصل سبستيتيوشن. يبقى البرايمري الكايل هالايدز بس اللي بيتفاعل مع الاسيتايلايد اين بالسبستيتيوشن، لو كان سكندري او تيرشري هيتفاعل باي اليمينيشن وينتج عنه الكوريسبوندينج الكين. كده احنا خلصنا كل التفاعلات بتاعة الالكاينز، وكده انا خلصت الجزء بتاعي في اورجانيك 1. بالتوفيق اللي هيكون ليكم عندي، هنزل لكم مجموعة من الاسئلة التطبيقية عشان تقدروا تطبقوا كل الكلام اللي احنا اخدناه وشرحناه على تفاعلات في مسائل الامتحانات. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.